شهدت مدينة الحلة مركز محافظة بابل صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب نتيجة إقدام المتظاهرين على حرق الإطارات في الشوارع للمطالبة بإقالة المحافظ حسن منديل. أخوتي الكل من يسمع صوتنا للأسف الشديد اليوم أبناء محافظة بابل المتظاهرين الثوار السلميين تعرضوا للضرب والإهانة والقذف والاعتقال من قبل القوات الأمنية. اليوم القوات الأمنية أداة بيد الأحزاب أداة بيد المفسدين، والله العظيم مع الأسف الشديد مصدر قرار القوات الأمنية هو الأحزاب والمفسدين في العراق. ليش نتعرض للضرب والاعتقال؟ ليش؟ شنو ذنبنا؟ شو مسوين؟ بأي جريمة؟ بأي شنو؟ لا أريد أعرف أنا اليوم من الساعة، والله ظليت صافن بعد ما تعرضت للضرب، أريد أعرف شنو الجريمة اللي ضربونا بيها؟ شو مسوين؟ طلعت لكم شوية شباب خريجين ومدارس، وأريد أشوف بيهم شاب ما مخلص دراسة، ذاك من ذاك، وعلى باب الله يشتغل أمات. إجينا سلمية. يطلعوا لي بالدونكيات والضرب والاهانه، حتى ظهوراتنا سقطت من غير الدراجات اللي حرقوها، من غير الولد اللي اعتقلوها، من غير هاي كل مره جاكو تصعيد يسووه باب اللي تسوونه ويانا. احنا انا واحد من المتظاهر وصلت مرحله موت، اللي الكاظم يدعي يقول احنا راح نساعد المتظاهرين والجرحى مالتهم وينه؟ هذا انا اللي سوي سنونو على حساب الخاص ابو خام هاي قدامكم، اذني لزمان الشغب على بته أكلون هاكل. عمي ذولا مو قوات عراقية، ذولا مو حفظ قانون، ذولا عبارة عن شلة أحزاب. ونحمل الجهة الثانية، الجهة المحلية اللي هو المحافظ وقائد الشرطة، قائد الشرطة على الهلال. اليوم أنت أثبتت أنه أنت اليوم حامل مفسدين، أنت اليوم دافعت عن حسن منديل الفاسد وسافك دماء بابل، أكثر من 50 شاب من ضمنهم الدكتور ذرغام ماجد لحد الآن معتقل وما ندرب الشي يصير ما يصير بيه. أي شي يصير على الدكتور ذرغام أو الأخوة المعتقلين بابل راح تعلن بيها الثورة بكل أقضيتها ونواحيها ومركزها.